طوبى للأم التي ولدتك وأرضعتك. بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويطيعونه. علمنا كيف نصلي كما علم يوحنا تلاميذه. متى صليتم قولوا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نغفر لمن يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. في الكتاب المقدس يعلن الله أن المسيح سيأتي ليكون مخلص هذا العالم، وحياة يسوع تقدم لنا الدلائل على أنه كان حقاً من تحدث عنه الأنبياء. فإشعياء تنبأ بأن العذراء ستحبل وستلد ابناً، وبعد قرون كانت ولادة يسوع تحقيقاً لهذه النبوة. أعلن الكتاب المقدس أيضاً أن القدوس المولود من العذراء سيدعى ابن الله، وهكذا كان يسوع ابناً لله، ليس من منظور جسدي طبيعي، بل من ناحية روحية. ونحن نرى هذا واضحاً في الكيفية التي عاش بها يسوع حياته، إذ شفى المرضى وغفر خطاياهم وردهم إلى الله، واعداً إياهم بنصيب في ملكوت السماوات، ثم قدم نفسه ذبيحة للتكفير عن خطاياهم، وقام ثانية قاهراً الموت. قال يسوع عن حياته: ليس أحد يأخذها مني، بل أنا أضعها من ذاتي. لم تتمم حياة يسوع نبوات الأنبياء فقط، لكنها أكدت أيضاً حق كلمة الله المقدسة. فقد قال الأنبياء قبلاً: إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات. ويسوع نفسه قال: السماء والأرض تزولان، لكن كلامي لا يزول. جاء يسوع ليمنحنا ملء الحياة، لكن الإنسان عصى الله في جنة عدن، مختاراً أن يحيا كما يريد، وبهذا انفصل الإنسان عن خالقه. يعلن لنا الكتاب المقدس أننا جميعاً أخطأنا، ويعلن أن عقاب الخطية هو الموت، أي موتاً روحياً بابتعاد أبدي عن الله. لكن كما قدم الله لإبراهيم ذبيحة كبش عوضاً عن ابنه، هكذا أرسل الله يسوع المسيح ليموت بدلاً عنا. وهكذا أصلحت حياة يسوع وموته وقيامته العلاقة بين الله ومن يؤمنون به. وأولئك من يتبعون يسوع لا ينالون فقط غفران الخطايا، لكنهم قد نجوا أيضاً من دينونة الله الأبدية، ضامنين لهم مكاناً في الفردوس مع الله إلى الأبد. يقدم لك يسوع اليوم حياة جديدة وخلاصاً من سلطان الخطية، وهذا لا يعني اتباع دين جديد، لكنه إيمان بعمل يسوع الذي قال: ها أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. وهذا يعني أيضاً اللجوء إلى الله، واثقاً أن يسوع سيدخل حياتك غافراً خطاياك ومغيراً إياك إلى الإنسان الذي يريده. ولا يكفيك أن توافق فقط على ما تسمع الآن أو أن تختبر شعوراً عاطفياً، فنحن نقبل نعمة يسوع بالإيمان تعبيراً عن إرادتنا هذه. وحين تكون على استعداد لاتباع يسوع المسيح، فيمكنك عندها أن تخاطبه شخصياً من خلال صلاة بسيطة. قد ترغب الآن بأن تسلم حياتك لله. إن رغبت بهذا، فيمكنك أن تصلي هذه الصلاة بصمت في قلبك.
أيها الرب يسوع، أنا أحتاج إليك. أشكرك لأنك مت على الصليب لأجل خطاياي. أعترف الآن بخطاياي وأتوب عنها. أنا أفتح الآن باب قلبي وأقبلك مخلصاً ورباً. أشكرك لأنك غفرت لي خطاياي ومنحتني حياة أبدية. اجعلني ذلك الإنسان الذي تريدني أن أكونه. بينما أصبح واحداً من أتباعك. آمين. قال يسوع عمن يؤمنون به: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. لتختبر حياة البركة التي وعدك بها يسوع، عليك أن تتحدث إليه في كل يوم بالصلاة وأن تقرأ كلمته. أخبر عما صنعه في حياتك والتقي بآخرين ممن أحبوه وتبعوه، وتذكر وعده الرائع: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. Jenengan sak menika Gusti. Rahayu ibu ingkang garbeni sono sepi paduka. Luwe rahayu wong kang krungu pangantikaning Allah lan gateake. Mucal kawulon ndedonga, kados Nabi Yohanan mucal sekabatipun. Menawa kowe ndedonga munjuk omang kene, duh Rama kawula wonten ing swarga. Asma paduka kasucikna. Kraton paduka rawuh, karso paduka kalampahana ing bumi kados dene ing swarga. Kawula kaparing ana rejeki ing saben dintenipun. Saha dosa kawula kaapunten kados dene kawula ngapunten tiyang ingkang kalepatan dhateng kawula. Sarta sampun katandukaken ing panggudha nanging kauwalna saking piyawon. Ono ing kitab suci, Allah ngendika yen Almasih bakal rawuh pinangka juru slameting donya. Lelakon uripe Isa bukti yen panjenengane iku salah sawijining wong kang diwartakake para nabi. Nabi Yesaya menehi weruh menawa ana kenya kang bakal ngandhut lan nglairake jabang bayi. Pirang-pirang abad sakwise Isa lahir, mujudake apa sing wis diramalke sadurunge. Kitab suci nyatakake menawa sing dilairke kanthi suci iku bakal kasebut putraning Allah. Iku tegese Isa bakal kasebut putra Allah ing sajroning pangerten rohani. Kita kabeh nyekseni kasunyatan iki liwat lelakon uripe Isa. Isa nyarasake wong loro, ngapurani sak kabeh ing dosa, lan janjekake sawijining panggonan ana ing kraton dalem Allah kang langgeng. Isa nyerahake ragane pinangka panebuse dosa lan wungu saka sedo. Kabeh mau wis jumbuh karo rencanane Allah. Isa ngandika, sapa wae ora bakal ana sing iso njupuk uripku saka aku. Aku menehake miturut karepku dhewe. Lelakon uripe Isa ora mung genepi tulisane para nabi, nanging uga neguhake yen firman Allah iku suci. Para nabi nyatakake, firman dalem Gusti iku sampurno. Firman panjenengane langgeng duh Gusti. Isa dhewe ngendika, langit lan bumi bakal sirna, nanging sing tak ucapake ora bakal sirna. Isa rawuh saperlu maringi urip kang kaluberan, nanging nalika manungsa orang gugu kersane Allah ing Taman Eden,
iku ateges manungso milih dalane dhewe lan tumindake iku misahake manungso karo sing nitahake. Miturut kitab suci, kabeh manungso wis tumindak dosa lan opahe dosa yaiku pati. Yaiku mati kanthi cara rohani ateges pisah saka Allah saklawase. Nanging kaya dene Allah nyediakake wedhus lanang kanggo ganti anake Abraham, semono uga panjenengane ngirim Isa Sang Almasih sedo kanggo kita. Urip sedo lan wungune mulihake hubungane antarane Allah karo sakabehe manungsa kang percaya marang panjenengane. Saiki sapa wae sing nderek Isa ora mung diapura dosane, nanging uga kaslametake saka hukuman Allah kang langgeng. Kabeh manungsa kajamin mlebu swarga lan manggon karo panjenengane saklawase. Ya urip iki sarta bebase manungsa saka kesalahan lan dosa kang ditawakake Isa marang sakabehe wong saiki uga. Tawaran iki ora ateges nganut sawijining agama, nanging milih lan percaya marang Isa sing ngendika, "Aku ngadeg ing ngarep lawang lan ndodhok. Yen ana wong sing krungu swaraku banjur mbukakake, aku arep mlebu lan nemoni dheweke." Iku tegese balik marang Allah lan percaya yen Isa bakal lumebu ing sajroning urip kita, ngapurani dosa-dosa lan dadekake kita pribadi kang dikersakake. Kanggo mangerteni Isa ora mung cukup nganggo akal utawa emosi. Kita nampa Isa ada dasar kasih kurnia liwat pangandel lan kekarepan. Nalika manungsa sumadyo dadi pendereke Isa Almasih, mula kabeh banjur iso matur marang panjenengane sarana donga sing sederhana. Saiki mungkin para sedulur wis sumadyo miwiti urip ing ngarsane Allah. Yen pancen mengkono, tirokno donga iki ing sajroning atimu. Gusti, kawula mbetahaken panjenengan. Matur nuwun panjenengan sampun kersa sedo ing kayu salib kangge nebus dosa-dosa kawula. Kawula ngaken lan maratobat saking dosa-dosa kawula. Kanthi saklebeting manah, kawula nampi panjenengan dados juru slamet lan Gusti kawula. Matur nuwun panjenengan sampun kersa ngapunten dosa-dosa kawula lan maringi gesang langgeng. Dadosno kawula pribadi miturut kersa panjenengan. Nalika kawula dados penderek panjenengan. Amin. Isa ngendika marang pendereke, "Domba-dombaku ngrungokake swaraku, aku ngenal sakabehe lan sakabehe melu aku." Kanggo urip kang kaluberan kaya sing dijanjekake Isa, mula saben dina para pendereke matur marang Allah sarana donga lan maca firmane. Kabeh padha nyritakake bab Allah marang wong liya, banjur dadi sedulur ambek kabeh wong kang ngasihi lan nderek panjenengane. Tansah elinga tumrap janjine kang endah. Marang aku wis diparingake sakabehing kuwasa ing swarga lan bumi. Ngertiyo, aku tansah nunggil karo kowe kabeh nganti tumekaning akhir jaman.